يا مساء الفل يا بنات، فيديو كده صغير للناس المبتدئة ازاي تقفلي الكم بالاستك من عند الاسورة بطريقة سهلة قوي. اول حاجة معاكي ده الكم، بتجيبي مقاس ايدك، تشوفي تجيبي استك على مقاس ايدك وتقفليه. اهم حاجة بس ان انتي تقفليه كويس عشان بحيث ان ده هيتخيط عليه، لو فك مش هتعرفي تتصرفي. فدلوقتي انا كده قفلته خلاص، تقلي عليه مرة واتنين، بتيجي بقى تفتحي خياطتك وبعدين تقلبي نص سنتي، يعني تتني حوالي بس نص سنتي، مش تانية جوه تانية، لا هو اتني بس نص سنتي، وهوريكي بعد كده ايه اللي هيحصل. انا كده تنيت نص سنتي. انا بحاول يا بنات اعمل لكم فيديوهات صغننه كده، لان في ناس بتحب الفيديوهات الصغننه دي تتفرج عليها يعني بتمل. دلوقتي هجيب الاستك والف اللي انا الخياطه اللي انا خيطتها دي عليه كده، وهخيط على نفس الخياطه بتاعتي، بس اهم حاجه ان الاستك من جوه يبقى حر، ما تخيطيش على الاستك، لو خيطتي على الاستك مش هيبقى حلو الكم معاكي. انا كده خلاص هخيط على نفس الخياطة، وبتشد الاسورة مع الاستك بحيث ان الكشكشة تبقى متساوية على نفس خياطتك. انا هعيدها لكم مرة تانية في الكم التاني برضو عشان اللي مش كانش واضح ليه، الناس اللي بتخاف من الخياطة، يعني دي حاجات بسيطة ممكن تشجعي نفسك بيها في الأول. اهو بتجيبي الأستك على قد ايدك وتقفليه كويس، تعيدي عليه مرة واتنين بحيث ان الخياطة متفكش من جوه. دلوقتي اهو هفتح خياطتي واتني حوالي نص سنتي وخيطه تحت المكنة، يا رب يكون واضح ليكو. مفيش اسهل من كده، وهيديكي نتيجة حلوة جدا، ويبقى عامل زي الجاهز بالظبط. اهو هحط الاستك من جوه واتني عليه واخيط على نفس خياطتي، بس الاستك ما خيطش عليه، يعني الاستك في ايدي من جوه كده بيتحرك معايا. بتخيطي على نفس الخياطة هتديكي شكل حلو. طبعا ما تضايقيش الاستك على ايدك قوي عشان ما يبقاش متعب بالنسبة لك. يعني اهو بشد الاستك كده، الاستك معايا جوه بيتحرك عادي، شد الاستك مع الكم. يا رب يكون الفيديو خفيف وعجبكم. ده شكله.